بحب أدي كل حد حقه. كان زميلي أحمد مجدي بعت لنا الصور دي، كنا موجودين أنا وهو في مدينة نصر، شفنا الصورة دي جميلة. أنا مباراة كانت للبراعم في لكرة اليد في مدينة نصر، في أهلي مدينة نصر، لأن كلنا واحد ومش هتفرقونا. وشفت منظر جميل بعد ما كسبوا المباراة، المباراة كانت مع فريق الشمس، شفت فيها روح ولاد النادي، روح الفانيلا الحمراء بتاعت الاهلي في البنات الصغيرين، وصارهم جايبين دف وبيشجعوا وعاملين يقولوا اغاني الالترس. فاحنا كنا رايحين بنسلم على حد هناك وبعد كده ماشيين، فاتشدنا مع المباراه ابتدينا نشجع. كان في كابتن الجزار هناك تقريبا، وكان معايا صديقي العزيز، وكان في اكتر من حد معانا، ولا كنا انتخابات ولا حاجه بالمناسبه. فشفنا المشهد ده شدنا جامد جدا. شفتوا البنات كسبوا، كانت مباراة قوية جدا، وكانوا خسرانين فرق 3 من فريق الشمس، وبعد كده رجعوا المباراة تاني، عدلوا من وضعهم، كسبوا المباراة. الأسر بره ماسكة الدف بيغنوا إيه؟ حلق عالي يا نسر الأهلي من تلتة شمال بنهز جبال. ده اللي أنا عرضته، ده اللي موجود. لما قلت له صور لي ده بسرعة، فزميلي كان تليفوني فاصل، صور زميلي احمد الكلام ده كله، وجاب الاسر الجميله، عرض لي تاني الصوره الجميله المحترمه، وجاب الصوره دي وهما بيكسبوا بطوله. روح الاهلي موجوده ببناته الصغيرين، الاغاني الجميله اللي احنا بنحبها ليها معاني كويسه بيقولوها، الامهات قاعده بتبني في ولادها وبناتها انتماء للنادي الاهلي، وهو ده المشهد الجميل. دول مش عايزين مصالح، دول مش عايزين مركز اعلامي، دول مش عايزين مجله، دول مش عايزين قناه. فرحه من القلب لشباب نقي محترم واطفال. بصوا الامهات فوق يا جماعه، بصوا بيقولوا ايه، بيقولوا ايه. عايزه طيب استوقفتني حاجه جميله جدا، استوقفتني الامهات بتقول من تالتة شمال، وكان في دف ورا بالمناسبه، والبنات الصغيرين بيقولوا تالتة شمال، ده حتى الامهات بقوا كبهات. والله مشهد عجبني جدا. ببارك لكم، كان مشهد جميل، كان مشهد رائع. بس بيغنوا ايه؟ بيغنوا يغنوا الالترس، الالترس اللي وحشين، اللي حاولوا وفي ناس تستقوى بيهم لكن ما عرفوش، ولما الالترس رفضوا بقوا عبدة شيطان وبيشربوا. هما مين بيديهم فلوس عشان يسافروا؟ تجار مخدرات. بينتموا لفصيل ايه؟ مش كنتوا بتسمعوا النهارده جه اليوم نقول كلمه الحق؟ ادي الامهات بيغنوا الاغاني والاطفال، وهو ده اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه من سنين. كده خلصت فقرات الصندوق الاسود، لسه عندنا مجموعه ثانيه وثالثه ورابعه، لان السواد كتر فمعانا كتير قوي قوي قوي، ولا في بطنيه ولا في خارجيه ولا في داخليه ولا في الكلام اللي انتم بتسمعوه ده خالص اساسا. كل الاحترام لكل المرشحين ولاد النادي الاهلي، كل الاحترام لكل المرشحين ولاد النادي الاهلي. ربنا يا رب يولي الاصلح لقياده السفينه، ربنا يا رب يبقى فيه توعيه كبيره لاعضاء الجمعيه العموميه، ويفضل النادي الأهلي أحسن نادي في الدنيا اللي خيره علينا كلنا. مرة تانية ما تسمعوش الكلام ده الهادم طول الوقت، خليكم فخورين باللي قبل والماضي والحاضر والمستقبل. هي دي رسالتي، والأهلي فوق الجميع، ويا رب رسالتي تبقى وصلت. اشتغلوا بقى على تسريبات، على حيادية، على شفافية، على مهلبية، والحيادية عندنا والأخلاق عندنا ومش عند غيرنا، والاحترام عندنا مش عند غيرنا. والله العظيم يا جماهير الاهلي يا محترمه، ويا اعضاء الجمعيه العموميه يا محترمين، يا اللي احنا بنحاول طول الوقت نحافظ على اللي احنا اتعلمناه، لكن ما باليد حيله، لازم نتكلم بالقوه دي. لو طلعنا اللي معانا في اللي انا عرضت لكم الحلقه اللي فاتت، في ناس لا تجرؤ تقول حرف عننا كلمه، عارفين ليه؟ لان الكلام صعب جدا جدا، و لو اضطرتنا الظروف اللي نعمل ده هنعملها، لكن بنحترمكم وبنقدركم، واتمنى حلقه النهارده كل اهلاوي يشوفها عشان يعرف احنا
على الحياد وبنحترم الجميع وما حصلش الأهانة لأي مخلوق. ترويج الأكاذيب، اللي عضو يبقى على السوشيال ميديا يكتب حاجة أجيبه يبقى نموذج، اللي عضو ما حصلش منه كلام وأكدب الناس وعينيا على مجموعة واحدة بس وهي بتتكلم، ده مش العدل اللي احنا اتعلمناه، وده اللي محدش يقبل بيه. الكل محترمين، واللي موجود طور، واللي موجود طور، واللي موجود جاب ميزانية محترمة، واللي موجود جاب ميزانية محترمة، واللي قبليه اشتغل وطور أيضا وساهم لرفعة اسم النادي الأهلي. عشان كده يا رب ولي من يصلح للنادي الأهلي. هنفضل مع الحق، هنفضل مع الضمير، هنفضل مع الأخلاقيات، هنفضل للأعداد الخاصة هنقول فيها اللي احنا عاوزينه. نطلع في الفاصل سريع ونستقبل اتنين من نقادنا المحترمين، الأستاذ حسن خلف الله والأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ عمرو كمال.